بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده هنشتغل في اكاديميه ناصر للتنس الارضي في فيديو صغير جميل عن تحسين حركه الدوره الدمويه في التنس الارضي. ازاي يستفيد الدم وحركته في الجسم اثناء تاديه لعب التنس الارضي؟ تساعد الحركه على زياده جريان الدم ومنع الاصابه بالجلطات القلبيه او السكتات الدماغيه، علاوه على اهميتها بصوره عامه على صحه الجهاز الدوري. اذا بيقوم على تحسين حركة الدورة الدموية في الجسم أثناء الحركة في الملعب. إذا فعلا تحسين حركة الدورة الدموية في التنس الأرضي تلاحظها من خلال اللعب في الملعب عند التحرك شمالا ويمينا ويسارا على جميع الجهات داخل الملعب. شكرا.